ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنتعلم مع بعض الماجيك رينج او اللي هي الحلقة السحرية. هنجيب الخيط القصير قدام مننا بالطريقة دي، وهنتني الصبعين اللي ورا دول كده، نلف الخيط على صوابعنا الاثنين وهنجيبه لورا، هيعمل هنا حرف اكس. نحط الصباع عليه، ناخد الخيط الطويل نلفه على الصباع الصغير بالطريقة دي كده. انا ماسكة هنا الصباعين دول والخيط الطويل لفاه على الصباع الصغير. هندخل الابرة من تحت اول خيط ونسحب التاني لتحت ونطلع لفوق، وبعدين هناخد الخيط اللي ورا ده على الإبرة ونسحب لبره. بالشكل ده عندي هنا حلقة أقدر أشتغل عليها العواميد بتاعتي، وبعدين اضيقها بالمقاس اللي انا عايزاه. نرجع نعملها مرة تانية. ناخد طرف الخيط لقدام، هنلف نتني الصباعين اللي ورا، هنلف على الصباعين الاولانيين الخيط، هنعمل حرف اكس في الخيط، نمسكه بصباعنا الكبير، ناخد باقي الخيط نلفه على صباعنا الصغير، نيجي للإبرة ندخلها من تحت ونسحب الفتلة اللي ورا الخيط اللي ورا، بعدين نلف الخيط التاني على الإبرة ونسحب. عملنا عقدة، نعملها مرة تانية. الخيط لقدام، صباعين اللي ورا متنيين، نلف الخيط نعمل اكس، نمسكه بصباعنا الكبير، الخيط الطويل لورا نلفه على الصباع الصغير بالطريقة دي، وناخد الإبرة من تحت أول خيط نسحب تاني خيط لفوق، وبعدين نلف الخيط كده على الإبرة وبعدين نسحبه بالطريقة دي. نطلع صوابعنا، نمسك العقدة كده بصبعنا عشان ما تفكش، وبعدين نرجع نشتغل عادي العواميد أو الحشو أو أي غرزة إحنا نستخدمها الطريقة دي. عملنا كل الغرز اللي احنا محتاجينها، نرفع الخيط كده شوية عشان ما يفكش، هناخد طرف الخيط الصغير ده ونسحبه لبره كده. هادي ده بيبقى الشكل النهائي بتاعها. لو احنا ابتدينا اول السطر بسلاسل وبعدين عملنا الغرز الحشو دي، بتعمل خرم او فتحة كده كبيرة، ما بتبقاش دايما شكلها حلو في الشغل. انما دي نقدر نحكم الفراغ اللي في النص ده، ما بيبقاش باين، يدي شكل احسن من الشغل. يا رب تكون المرة دي الماجيك رينج عجبتكو وسهلة، وياريت تتمرنوا عليها كتير، ومستنية تعليقاتكو وتطبيقاتكو، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.